مطرب وملحن وممثل معروف بخفة دمه، سابق عصره، ألحانه اتغنت بلغات كتير، وليه لحن واحد اتغنى بأكتر من 15 لغة. ليه أكتر من دويتو مع كبار النجوم في عصره، بيلحن بطريقة السهل الممتنع، عشان كده كل ألحانه مميزة، معظمها أغاني قصيرة في الوقت اللي كان فيه الأغنية بتتعمل 60 دقيقة. غنى للأطفال من ألحانه، وكانت أعظم ألحان اتعملت للأطفال، ما تعملش زيها لا قبله ولا بعده.